tel âge de durée, devoir annoncer, yani, devoir ce âge, dans ce âge, durée de âge, ce âge, grand, et ce âge, هكذا حدا غدا عنده كار مناسبين اللي كان بجوج وكان بوان ثلاثة أغلبية ديال الطلبة اللي ما كيعرفوش كيفاش غيدير واحد لا بريزونطاسيون أون بروجيكتيف بروجيكتيف أون يومان أون يومان أون فيكشن ف في الحالة هذه في التمرين عطانا أنا سي تخوا برومو جوج هيدروكسي كار أوكسو بيتالوي غادي ندير لا بريزونطاسيون بروجيكتيف أون يومان أون فيكشن دو إر كوازيس دو ار سافو دير كارون سيمي كاين كارون سيمي جوج او تخوا وكارون سيمي ثلاثة فاول حاجة ندير لا كونفورمي على ميسار لا كونفورمي على ميسار فعندنا مثلا جوج بعد هو كارون ثلاثة فهنا ندير لا كون تمام فهنا لا غير فاول حاجه دائما قبل كتقرا لا كيما كتقرا لا شي كيما كتقرا لا شي اذا درت حاله على سي او اش الكربون هو الكربون ثلاثه هو و سي او اش خاص ينزل اذا سي سي او اش بالنسبه اللي كيبقى هما باش غادي نكتبهم ديك لا كونفيغوراسيون اللي بغات التمرين فبالتالي غادي نعطيك دائما بفكر انه جوج المطلوب مني هو اه فغنجي غادي نقول كاربون دو مناش اللي يتكون فكيتكون من واحد سواش من واحد فكنلاحظوا انه سيتوميتيل هو الثاني
هذا هو والثالث هذا هو الجيل التمرين. فعندي انا هو الفروم، عندي انا هو الاداء بتاع الدين هو الثاني، وعندي الكربون جوج اللي عطاه هو الثالث. عندي لو كان شاف مربع باش ما يتخطوش ليها البئر اش ممكن يبقى؟ كيبقى واحد ربعة نفس الشيء. عندي هنا واحد قطر، عندي هنا واحد، عندي هنا ربعة ونشوف. فعندي هنا واحد دو تخوا كات سين ار لو كان ينضمون دونك سين اس، اذا الجواب هنا صحيح. لو كان عندنا واحد من اربع طريقة غندلو دفع الحالة هذي، اذا واحد عندي هنا عندي فروم هنا عندي في اش. هيا هي لا بريزونطاسيون اون بروجيكتيف. من بعد كيقول لك اون يومان، يومان هي سهلة. فكدير أول حاجة، فكدير واحد من نظرة من هنا، لا تقول لي واحد اللي يوجه، فكلاحظ أنا وليد ما عندي واحد، كتخرج واحد الشكل ديال بحال هكا، فكيبان لي واحد السواش، فإلا نظرنا من هنا كيبان لي واحد القماش، ناحية اللي هو عندي، اللي هو هذا. قماش نفس الشيء مع قماش من بعد غادي يبان لي واحد كومبوزي اخرى دايره بحال هكا ما كاينش حاجه تبدا داخلة اللي غيبان لي واحد الحاجه مازال شجرتين بحال هكا. بما ان قماش كنت علينا بلاغي غادي نفتح علينا بلاغي اللي هو البرون نفس الشيء غادي يكون عندنا قماش وعندي هنا غادي يكون عندي فوس اش ترو. هذا لا بريزونطاسيون اون يومان. ماذا كيقول لك سيدي؟ لا بريزونطاسيون اون فيشال. فلا بريزونطاسيون اون فيشال فساهل كذلك. فغادي نرسم هذا من هنا فهو هنا اللي هو سي و اش و اش اش عندي هنا تحت انا هنا رون هنا اش وهنا سي توميتي. طيب اشنو المطلوب انا مدينا في شهر استاذي عندما ندير الريزونسيون في شهر اول حاجه ندير واحد الروتاسيون ديال 180 درجه حتى يجي مورا اذا كيبقى هذا يعني فوق كيبقى سوا اش وأش وأش لكن هذا اللي كيضرب فهذا اللي ضرب فغادي يكون من هنا اللي هو سيرو سأشرو فهذا غادي يكون هنا والبرو غادي يكون هنا. ما كنديرو لا روتاسيون ديال اليوتماني ما كنديرو لا بريزونطاسيون في شد هي سهلة فكيكون بحال هكا. من بعد هنا كتكون كدير سي واش يعني كدير واش وكدير واش من بعد كدير سي او سي واش كدير البرو هنا وكدير اش هنا. فكتلاحظ انه كيما كتقرا هذا لي بلاشي كتقتل في سي واش الكربون 2 كربون 3 اي سي او سي اش 3. من بعد غادي نكتب ما يسمى بلا كونفيغوراسيون. ف كنلاحظوا في هذه الحاله هذه عندي ان سي سا سي 2 سي 3 ايكال 1 2 3 سي اس وكاتريام بين هوريزونتال سي ار. يعني بالنسبه للدوزيام غنقولوا 1 وغنقولوا 2 ونقول 3 إيكال سي 1 2 3 سي R وكادر إيكال دي ريزونطاسيون سي S. إذن سي سا لا ريزونطاسيون ديال فيشال.
اتمنى انا وياه يكون يساعدكم كيفاش تعملوا لا بريزونطاسيون ديال اليوم عشان ويتاكد انا وكذلك يسكنوا مع بعض يطارون يعني بالنسبة فلاشين كيما كتحط هذيك فلاشين هي كيما كتحط اون بروجيكتيف هو كيما كتحط في شكل ماشي غير كتلعب وانما كتلعب غير بجوج ماشي غير بيون بربعة اللي كتحط ليكم بروجيكتيف بحال هكا اللي كتحطهم غادي تخليك ليفون ولا غير ولا يعطيك فيه مشكل اذا هذه هي هذا هو درسنا اليوم ان شاء الله موعدنا مع درس اخر ان شاء الله.